حقيقة أنا قدام سؤال مهم جدا، ويمكن اللي هيجيبني على هذا السؤال: لماذا تتعثر مشاريع الاندماج العسكري مع دول الأزمات العربية؟ خلينا ناخد الإجابة من الدكتور أحمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات. مساء الخير يا دكتور، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بكل خير، وعيد سعيد عليك وعلى كل أسرتك. وحضرتك ومصر كلها يا رب دايما. دكتور، بداية خلينا نتكلم على عودة الجنود وفكرة البيانات العسكرية اللي طمنتنا بكل التفاصيل وكل الإجراءات اللي كانت متخذة لعودتهم بكل سلامة، الحمد لله. وحابة أسمع من حضرتك، تفضل يا دكتور. يعني مبدئيا الحمد لله هم رجعوا بالسلامة، يعني دي مسألة كانت مهمة جدا وحساسة جدا، زي ما قالت البيانات الرسمية انه مصر ادارت واحده من العمليات المعقده واللي يعني استطاعت ان يكون هناك قدر كبير من الاجراءات والتواصل مع اطراف، لان احنا شايفين الحاله في السودان اصلا بطبيعتها معقده وفيها يعني تشابكات صعبه، فما بالنا لما يقوم فيها يعني حرب بهذا الشكل، فبالتاكيد الامور هتكون اصعب واصعب في حقيقه الامر. يعني دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مصر أدارت هذه العملية في إطار من الدبلوماسية بشكل واضح تماما، وفي إطار إجراءات سلمية حافظت فيها أيضا على أنه يكون لها دور، أو أن هي بتوازن ما بين أنه هذه العملية تخلص بشكل يكون فيه نوع من الود مع الشعب السوداني، لأن مصر منحازة لدولة السودان، منحازة لاستقرار السودان، وليست منحازة لأي طرف، هي منحازة لأنه ده السودان جزء من القومي كما هو معروف. احنا بنتكلم على علاقات تاريخية، بنتكلم على مصالح مشتركة، بنتكلم على يعني زي ما بيقول الكثير من أخوان السودانيين شعب واحد في دولتي. فأنا أعتقد أنه هذه الأمور كانت حساسة جدا، وكان المطلوب أن هي يتم إخراج هذا الوضع بالشكل اللي هو فيه قدر من التلميع، ويحافظ على هذا القدر من العلاقات وهذا القدر من المصالح وإلى آخره، بحيث أنه ما يبقاش في نوع أو ما تتركش أثر أو جرح ما بين الدولتين. والحمد لله أن هذا تم بشكل جيد، وده أيضا يؤهل مصر للدور اللي هي بدأت من الأول فيما يتعلق بمسألة الوساطة ما بين الطرفين. وكمان البيان قوات الدعم السريع كانت بتتحدث بكل التقدير لمصر وقدر مصر ومكانة مصر، وانها حريصة على التعامل بما يليق بمصر ايضا في البيان اللي كانوا اصدروه اثناء اجلاء الجنود. خليني ارجع مع حضرتك لسؤال هام جدا، وحضرتك حقيقي كاتب مقال ويعني يعد دراسة مصغرة على لماذا تتعثر مشاريع اندماج العسكري في دول الازمات العربية، وده يمكن اللي حصل بشكل واضح وجلي في معظم الدول اللي حوالينا دلوقتي: ليبيا، بعدها السودان، وعندنا اليمن، عندنا العديد من الدول الجوار بنفس المشكلة. حضرتك ممكن ترد علينا وتقول لنا أو تعرفنا أكتر في هذه الناحية؟ يعني مبدئيا أنا بشكر حضرتك على هذا الاهتمام، لأنه يعني في حقيقة الأمر إحنا طول الوقت بنتابع التطورات اللي بتحصل في المنطقة، واللي لازم نعرفه إن جزء أيضا من إدارتنا السليمة لمسألة يعني عادة القوى العسكرية المصرية من السودان بهذا الشكل الحمد لله، هي الفكرة دي بتقوم على ان احنا بقى عندنا خبرات متراكمة في التعامل مع الدول اللي فيها توترات واللي فيها تصعيد مسلح وإلى آخره، لان احنا في بيئة اقليمية في حقيقة الامر لم تستقر. يعني وده بيأكد لنا قد ايه ان ثمن الاستقرار مهم، وان اللي مصر عملته في السنوات اللي فاتت ده ليه تكلفة كبيرة مهم ان احنا نحس بيها قوي ونحس بثمن الاستقرار. دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، احنا بنتكلم عن إصلاح سياسي، بنتكلم عن إصلاح اقتصادي، بنتكلم عن إصلاح عسكري في أي دول من هذه الدول لسه قدامها شوط طويل جدا. عمليات انتقال سياسي متعثرة، المسارات نفسها بتتقدم أحيانا لكنها في الغالب تتراجع. فيما يتعلق بالنقطة اللي حضرتك بتثيريها واللي تناولتها في التحليل، هي مسألة ليه في صعوبة في الإدماج. لما نيجي ناخد مثلا انه في السودان نحن لسنا امام مكونين عسكريين، نحن امام مؤسسه، هذه المؤسسه عمرها الان بيصل تقريبا الى قرن من الزمن. فمؤسسه عندها تاريخ، عندها تقاليد، عندها قدرات، عندها مؤسسه نظاميه، لها مؤشرات الحاله النظاميه. صحيح انه كان في بعض الملاحظات على اداء هذه المؤسسه في فتره الرئيس عمر البشير، وان هو دخل بعض المكونات الإسلامية أو الأطراف المحسوبة على الدولة الإسلامية، لكن طبقا هي مؤسسة نظامية.
في المقابل احنا عندنا قوات الدعم السريع اللي تأسست في اخر 10 سنين، صحيح انه كان في مشروع ادماج والى اخره، لكن هنلاقي انه عندها اجنده سياسه خارجيه مختلفه، عندها موارد تمويل مختلفه، هنلاقي ان هي عندها هيكل حتى لو تقرب مع الجيش لكن هيكل وتسليح مختلف. وهنا بنيجي نشوف انه المؤسسه النظاميه مش المفروض ان يكون عندها مشروع سيادي، يكون لها دور، ده ما فيهوش اي مشكله، لانه المؤسسه العسكريه دي بتمثل النواه الصلبه للدوله. فمساله الدور هنا باعتبارها ان هي احد المؤسسات اللي بتمثل القوى الدوله، القوى الشامله للدوله شيء، ومساله انه يبقى فيه ميليشيا او ان يبقى فيه مكون تاني يعني يريد ان ينصهر كجزء في الكل، ويبقى هو شايف انه عنده موازين قوى مختلفه وعنده زي ما قلت لحضرتك سياسه خارجيه والى اخره، هذا لا يستقيم. هنيجي نشوف ده، هنلاقي ايضا في ليبيا نفس الموضوع، فكره مجلس القوى المسلحه اللي يعني عايز اقول لحضرتك لا في مستوى تعليم ولا في مستوى تدريب ولا في اي كفاءه او احترافيه، مجرد انه في عناصر اندمجت في فصائل مسلحه وميليشيات وتريد ان تصبح طبعا يعني كيف تنضم للجيش الروتب ولا اكثر. فهنا المهم ان هنا الكفه لو انا اتكلمت على السودان بشكل يمكن اكثر دقه دلوقتي، الكفه عسكري يعني كدراسة، معدات، تدريب، تمركز، تعامل، هتكون الكفة في صالح مين الفترة القادمة يا دكتور؟ شوفي أنا برضو مسألة إن الكفة كله صالح مين، دي واحد برضو من الدروس اللي احنا تعلمناها، يعني احنا شايفين التصريحين على سبيل المثال في اليمن، مسألة إن يبقى في حسم عسكري لما بيكون في صراع داخلي دي مساله صعبه، وانا اعتقد لكن ما عندناش معطيات تدينا بعض المؤشرات. لا اكيد اكيد في معطيات طبعا، يعني اكيد في تقدم للجيش بيستطيع ان هو يستعيد القاعده العسكريه الرئيسيه، يعني هو قادر ان هو في انسحاب لقوات الدعم السريع الان، ده اخر حاجه شفتها قبل ما اطلع من المروه، راحت اماكن اخرى. هي قوات الدعم السريع هي قوه خفيفه الحركه، تسليحها اخف، بتقدر تعمل عمليه اغاره لكن ما تقدرش ان هي تسيطر على مكان، لا تسلحها ولا تاهيلها هيعمل كده، هي الفكره كلها ان هي زي ما تكون داخله حلبه ملاكمه، فبتحاول ان هي يعني تقوم بهجمات، وانه هي تستغل بعض المواقع اللي ممكن تلعب فيها من خلال هذا الدور، لكن يبقى في الاول والاخير انه احنا لا نتمنى انه المساله يعني تسير فيما تسير عليه الان، وانه الامور تصل الى وقف اطلاق النار وبعد كده نبدا نشوف اللي ممكن يحصل وقت اطلاق النار، لكن المسألة مش بالامان. طيب. احنا بنتكلم دلوقتي على ان الجيش السوداني يعتبر ان هذه القوه متمرده، ان هي هذه القوه انشقت عن المسار اللي كان مطلوب لعمليه الادماج. طيب. وانا في ظني انه عمليه الادماج لم تكن جاهزه. هاخد نقطه اخيره من حضرتك. اتفضلي. وهي حضرتك في الاسباب اللي بتقولها اللي بيخلي المشاريع الدمج تتعثر، وهي نقطة هماني جدا ولأني كنت قلقانة على مصر منها، وهي هل في تدخلات واضحة أجنبية في هذه المرحلة في السودان؟ طبعا طبعا بالطبع، يعني شوفي حضرتك احنا بنتكلم على انه يعني تقريبا قوى دولية دلوقتي بتتكلم على ان في حالة استقطاب موجودة في السودان، قوى إقليمية في حالة استقطاب في السودان. مصر من اللحظة الأولى قالت إن هي بترفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي في السودان، لكن في حقيقة الأمر احنا لما بنتكلم عن دول هي عندها حالة من الهشاشة السياسية، السودان لم يتعافى بعد من ما حدث له بعد الإطاحة بالنظام الرئيس عمر البشير. وبالتالي احنا بنتكلم على دولة فيها ظروف صعبة لم تتعافى منها. ظروف سياسية أيضا، حالة استقطاب ومشاكل سياسية كانت موجودة. فلما ياتي هذا التصعيد هو بيضعفها اكتر، وبالتالي ده بيدي فرصه للتدخلات الخارجيه او بيعكس التدخلات الخارجيه، لانه طالما في فرقاء في المشهد فكل فريق بيبقى عنده اجنده تمويل، بيبقى عنده اطراف خارجيه، بيبقى عنده علاقات بهذا الشكل بتلعب ادوار، وده واضح في المشهد. يعني ده انا ما اعتقدش ان خريطه التدخلات الخارجيه في السودان محتاجه ان حد يقعد يفصل ويقول لا، طالما هناك دوله وضعها السيادي في مشاكل، فكره انه يبقى في حاله لا مركزيه، في ازدواجيه، في كذا، في ما فيش حكومه مثلا بشكل او باخر كان المفترض ان تحصل عمليه انتقال ما حصلتش، قوى خارجيه اصلا هي اللي بترتب هذا المشهد بالاساس، فهنا احنا عندنا مشاكل في موضوع التدخل الخارجي، مسألة واضحة تماما. مصر بتدعو لحل سياسي، ده آخر يعني حاجة يعني مع حضرتك علشان وقتك كمان، فكرة مصر بتدعو طبعا للطرفين لوجود حل سياسي، هل وارد إن ده يكون الفترة القادمة ولا مش في الأجل مش الوقت ده؟ أيضا إحنا يعني الأمور مش بالأمان، لكن إحنا مسؤوليتنا إن إحنا
نؤكد على هذا المبدا، لكن ايضا مسؤوليه الاطراف الاخرى ان هي تستجيب لهذا الامر. تستجيب صحيح. مش بس انا شايفه في عندهم مكابره بالتاكيد، لانه وفي هدف لوصول لنتيجه معينه، يعني ان هي تدخل دولي بشكل. شوفي ما فيش حد من الطرفين هيبدا ان هو يتراجع الا في 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 ظل بعض المؤشر. اول مؤشر منها ان هو يحس ان هو هيخسر معركه، ده مبدئيا. فهيبدا ان هو يا اما يامن لو الدعم السريع تامن خطوطها الخلفيه للعوده لمناطق معينه خارج او جوه خطوط، بعد كده تبدا في ترتيباته والى اخره. المهم ان الاطراف هنا بتلعب لعبه ايه؟ الاضعاف، والاضعاف المتبادل زي الهجوم والهجوم المبادر. هو هنا اللي هيضعف هو اللي هيفكر في انه يكون في ترتيبات، لانه احنا ما فيش حد عنده استعداد ان هو منهم ان هو يتقبل لا مبادرات ولا ان هو يسافر، ولا حتى لو وفد الاتحاد الافريقي عرف ينزل بطياره في الخرطوم، ولا وسطات دوليه، ولا اصلا في خطوط اتصال مفتوحه بالشكل اللي هو ممكن يسمح لطرف ان هو يبدا العمليه بهذا الشكل. فانا اعتقد ان المساله ديت لسه عليها شويه. احنا بدري جدا على ان احنا ناخد مؤشرات لاي شيء. يا دكتور احمد، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله القيمه. دكتور احمد عليبه، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات.